على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن واكتر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله عبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد بعد ما تخلص قل لي اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد مرحبا بكم مرة أخرى في دروس اللغة العربية في الأزهر الشريف إن شاء الله كنا بدأنا في المرة الماضية في شرح المكودي على الألفية قلنا أول ما نبدأ به أن نصحح الأبيات مع بعض صحيح؟ أيوة بسم الله الناظم يقول كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم واحده كلمة والقول عم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم في الشطر الأول كلمة بكسر اللام وفي الشطر الثاني كلمة وأخذنا هذا في شذور الذهب واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم واحده كلمة بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل للاسم لا تقول للاسم لان همزه الاسم همزه وصل بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل 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 بتا فعلت واتت ويفعلي ونون اقبلن فعل ينجلي بتا فعلت واتت ويفعلي ونون اقبلن فعل بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي 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 والأمر إن لم يكن النون محل سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم والأمر إن لم يكن للنون محل وماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم وماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر
ماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم ماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو صح وهي هل والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو صح وهي هل والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو صح وحي هل كم بيت هكذا سبعة أبيات نحن قلنا في كل مرة نأخذ كم بيت عشرة نجعلها عشرة أحسن عشان الوقت والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكان نيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصل وكان نيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصل وكان نيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصل كذا كم عشرة ونقف عند العشرة ونقرأه من الشرح إن شاء الله بسم الله أي كلمة تمر ولم تفهمها اسأل بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ يقول هنا رحمه الله الكلام وما يتألف منه الكلام وما يتألف منه ومن أهدافنا في دراسة هذا الكتاب أيضا التدرب على الكتب القديمة لأن الكتب القديمة أغزر علما وهي أمكن في صناعة طالب العلم لأنها صعبة أي شيء كان صعب وأنت وصلت إليه فائدته تكون أكثر بدلا ما إذا كان سهلا كل الناس يميل إلى السهل يعني إذا قيل شرح ألفية ابن مالك كلنا نجري إلى ابن عقيل لماذا؟ لأن ابن عقيل سهل جدا يعني واضح وضوح الشمس لكن تدرب على الكتب القديمة الكتب القديمة الأصيلة تفتح عقلك وتهيئك لأن تكون قارئا في بطون الكتب القديمة هو يقول هنا الكلام وما يتألف منه المكودي يعرب لنا هذا العنوان إذا قلت الكلام وما يتألف منه ما إعراب الكلام وما يتألف منه أولا الكلام خبر مبتدأ مدمر يعني نحن أدمرنا مبتدأ قبل الكلام إذن ليس أصل الكلام الكلام وما يتألف منه وإنما هذا باب الكلام وما يتألف منه يعني لابد من تقدير شيء قبل الكلام الكلام خبر مبتدأ محذوف وهو على حذف مضاف يعني كلمة الكلام على حذف مضاف يعني حذف شيء قبله إذن الأصل هذا مبتدأ باب الكلام كلمة هذا مبتدأ وباب الكلام خبر للمبتدأ لكن حذفنا كلمة باب وحذفنا كلمة هذا وأبقينا المضاف إليه الذي هو الكلام فارتفع ارتفاع ما نام عنه يعني إذا جئت بالمضاف والمضاف إليه وحذفت المضاف وأبقيت المضاف إليه ولا حذفت المضاف إليه وأبقيت المضاف يرتفع ارتفاعه يعني يأخذ حكمه أنا إذا قلت جاء غلام زيد أين المضاف وأين المضاف إليه غلام مضاف وزيد مضاف إليه إن حذفت كلمة زيد إن حذفت كلمة زيد لا مش كلمة زيد إن حذفت كلمة غلام ما كيف سأقول سأقول جاء زيد يعني سأقيم زيد مقام المضاف الذي كان أضيف إلى زيد فإذا ما قلت هذا باب الكلام إعرابه هذا مبتدأ وباب خبر للمبتدأ والكلام مضاف إليه صحيح ثم حذفت كلمة هذا وحذفت كلمة باب ماذا يتبقى عندي
فقط سيكون مرفوعا ولا يكون مجرورا سيكون مرفوعا لماذا لأنه حل محل المضاف إليه واضح هذا معنى قوله الكلام خبر مبتدأ مضمر مضمر يعني محذوف يعني خبر لمبتدأ مضمر وهو مع ذلك على حذف مضاف يعني حذفنا منه مضافا وأبقينا الكلام الذي كان مضافا إليه مكانه فارتفع ارتفاعه وما موصولة يعني الكلام وما يتألف منه ما هذه اسم موصول بمعنى الذي واضح وما موصولة واقعة على الكلم يعني ما اسم موصول اسم الموصول هذا مبهم ولا غير مبهم مبهم ما الذي يقصد بهذا المبهم يقصد به الكلم إذن الكلام والكلم التي يتألف منها يعني الكلام وما كلمة وما هذه تعبر عن ماذا تعبر عن الكلم هذا معنى قوله وما واقعة على الكلم وما موصولة واقعة على الكلم والضمير الأعد عليها من الصلة هو المجرور بمن يعني الضمير الذي يرجع إلى اسم الموصول إذا جئت باسم الموصول لابد أن تأتي بأعد أين أعد الموصول؟ الضمير المتصل بمن الكلام وما يتألف منه هذا الضمير راجع إلى ما لكن هذا الضمير يرجع إلى ما إن اعتبرنا لفظة ما لأنها مفردة إن اعتبرنا اللفظ لكن إن اعتبرنا المعنى ما هذه واقعة على ماذا؟ واقعة على الكلم الكلم مفرد ولا جمع؟ جمع عندئذ كان المفروض أن نقول الكلام وما يتألف منها واضح؟ لكن لماذا لم نقل الكلام وما يتألف منها؟ لأننا راعينا أن ما لفظه مفرد فرجعنا ضمير الموصول إليه باعتباره مفردا ولم نرجع باعتبار المعنى أي بكونه جمعا واضح؟ مرة أخرى يقول الكلام خبر مبتدأ مضمر يعني الكلام خبر لمبتدأ محذوف وهو أي لفظ الكلام على حذف مضاف يعني حذف شيء قبله وهو كلمة باب وما موصولة واقعة على الكلم والضمير الأعد عليها من الصلة هو المجرور بمن وفاعل يتألف ضمير أعد على الكلام يعني وما يتألف هو الكلام وما يتألف يتألف فعل مضارع أين فاعله فاعله هو ضمير مستتر وفاعل يتألف ضمير أعد على الكلام والتقدير الآن التقدير هذا باب الكلام إذا قلت هذا باب الكلام كيف سيكون الإعراب هذا مبتدأ مبني على السكون في محل رفع وباب خبر للمبتدأ والكلام مضاف إليه هذا هو الأصل لكن اختار في العنوان أن يكون عنوانا قصيرا فقال الكلام وما يتألف منه ثم الشيخ يقول والأشياء التي يتألف منها الكلام وهي الكلم والأشياء التي يتألف منها الكلام هي الكلم يعني ما الذي يتألف منه الكلام الكلم احذف الواو والأشياء التي يتألف منها الكلام هي الكلم الأشياء التي يكون الكلام مؤلفا منها كلم الكلام وما
لماذا هذا باب الكلام فعندك مبتدا مدمر حذفته وبعد ذلك المضاف إليه الذي كان الكلام جئت به وأقمته مقام المضاف فارتفع ارتفاعه وبعدين عندك ما اسم موصول وبعدين أعده متعلق بالجار والمجرور منه ولماذا أفردت هذا الضمير رغم كونه راجعا إلى الكلم أفردته باعتبار كلمة ما لفظا مفردا واضح؟ ثم يقول كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم أولا معنى البيت كلامنا معشر النحويين يعني في النحو ما هو الكلام الكلام لفظ لابد أن يكون الكلام لفظا مفيدا لابد أن يكون مفيدا بقية الأشياء التي كنا نذكرها في الكتب تحت ما هي أن يكون الكلام لفظا مركبا ومفيدا وبالوضع نحن كنا نذكر أربعة أشياء أن يكون الكلام لفظا وأن يكون مفيدا وأن يكون مركبا وأن يكون وضع لمعنى هو ذكر منها اثنين فقط والباقي اعتمد على التمثيل يعني تمثيله يبين ما تبقى من القيود كلامنا لفظ مفيد ذكر اللفظ ما معنى اللفظ في الكتب تحت قلنا الصوت المشتمل على بعض الأحرف الهجائية ثم بعد ذلك ما معنى مفيد في الكتب التي تحت أن يحسن سكوت المتكلم عليه بقي عندنا ماذا هنالك بقي أن يكون مركبا أن يكون من كلمتين فأكثر وبقي عندنا الوضع أن يكون وضعه عربيا ليس بوضع الأعجمي صحيح هو يقول كلامنا لفظ مفيد إذا ذكر شيئين أن يكون لفظا وأن يكون مفيدا كاستقم ثم اكتفى عن الباقي بالتمثيل يعني مثل فقط استقم شامل لللفظ وشامل للمفيد وشامل للوضع وشامل للمركب لأن استقم فعل وفاعل فهو مركب واضح ثم بعد ذلك واسم وفعل ثم حرف الكلم يعني والكلم اسم وفعل ثم حرف والكلم مبتدأ مؤخر واسم وفعل ثم حرف خبر عنه الشيخ يشرح رحمه الله يقول قولنا كلامنا يعني الكلام عند النحويين فخرج غير النحويين غير النحويين كل شيء عندهم ممكن يكون كلاما كما ذكرنا في الكتب تحت الإشارة كلام لسان الحال كلام أي شيء آخر يسمى كلام الإشارة الكتابة لكن عند النحويين الكلام لفظ مفيد كما ذكر قوله كلامنا يعني الكلام عند النحويين فاكتفى عن ذلك بإضافته إلى الضمير الدال على المتكلم ومعه غيره وهو ناء يريد أن يقول لك الكلام عند النحويين لكن لو قال الكلام عند النحويين لا يستقيم معه الوزن وأنت تعرف أن الشعر مختصر فلا يقول كلامنا عند الكلام عند النحويين وإنما اكتفى عن ذلك بقوله كلامنا وقصد بالضمير هذا معشر النحويين هذا معنى قوله كلامنا يعني الكلام عند النحويين فاكتفى عن ذلك بإضافته إلى الضمير الدال على المتكلم ومعه غيره وهو ناء واضح وقوله لفظ مخرج لما ليس بلفظ أنت قلت كلامنا لفظ هذا القيد في التعريف يخرج كل ما ليس بلفظ وقوله لفظ مخرج لما ليس بلفظ كالإشارة يعني الإشارة والكتابة لا تسمى كلاما في النحو وقوله مفيد مخرج لما لا فائدة فيه كل ما لا فائدة فيه من الكلام لا يدخل معنا ذكرنا هذا في الكتب التي تحت إذا قلت مثلا السماء فوقنا والأرض تحتنا هذا لا يفيد إفادة يعني لا يفيد شيئا لأن معلوم بالضرورة لا يسمى كلاما واضح؟ وقوله مفيد مخرج لما فائدة فيه كقولنا النار حارة إذا قلت النار حارة لا يوجد أحد يجهل أن النار حارة لا يسمى كلاما واضح؟ لماذا؟ لأنه لم يفد فائدة جديدة لا يفيد الناس شيئا لأن كل الناس يعرفون أن النار حارقة ومحرقة واضح؟ وقوله مفيد مخرج لما لا فائدة فيه كقولنا النار حارة وشمل قوله مفيد الفائدة التي يحسن السكوت عليها وهي التركيبية وفائدة دلالة الاسم على مسماه كزيد نحن قلنا إن الكلام لابد أن يكون مفيدا
الشيخ يريد أن يقول لك إن الفائدة قسمان: فائدة تامة وهي التي يحسن السكوت عليها، وفائدة غير تامة وهي التي تحتاج إلى أن ينضم إليها غيرها. مثلا أنا إذا قلت زيد قائم جملة تامة، مفيدة ولا غير مفيدة؟ مفيدة. لكن إذا قلت زيد وسكت، مفيد ولا غير مفيد؟ مفيد، لكن فائدة غير تامة، لأن كلمة زيد تدل على زيد. تدل على زيد ولا لا تدل عليه؟ تدل عليه، ففيها دلالة. لا نقول هي غير مفيدة، لا، هي مفيدة، لكن ما نوع فائدتها؟ فائدة غير تامة. واضح؟ هذا معنى قوله: وقوله لفظ مخرج لما ليس بلفظ كالإشارة، وقوله مفيد مخرج لما لا فائدة فيه كقولنا النار حارة. وشمل قوله مفيد الفائدة التي يحسن السكوت عليها، وهي التركيبية، يعني الجملة من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل، وفائدة دلالة الاسم على مسماه كزيد. ولذا احتاج إلى إخراج الثاني بقوله كاستقم. لكن ما هو الكلام؟ هل الذي فيه فائدة تامة ولا الذي فيه فائدة ناقصة؟ التي فيه فائدة ناقصة، فاحترز بالتي فيه فائدة ناقصة بالتمثيل بقوله كاستقم، لأن استقم فيه فائدة تامة، فيه فعل وفاعل. واضح؟ هذا معنى قوله. وشمل قوله مفيد الفائدة التي يحسن السكوت عليها، وهي التركيبية، وفائدة دلالة الاسم على مسماه كزيد. ولذلك احتاج إلى إخراج الثاني، الثاني الذي هو ماذا؟ ولذلك احتاج إلى إخراج الثاني الذي هو زيد، فائدة ناقصة، احتاج إلى إخراجه بقوله كاستقم. فالمثال تتميم للحد، يعني المثال داخل في الحد. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، يعني الحد يبدأ من عند قوله كلامنا لحد استقم، يعني كل هذا تعريف للكلام. لماذا؟ لأنه لو لم يأتي بكاستقم لما حصل لنا أن نعرف الوضع، ولما حصل لنا أن نعرف التركيب. لأننا إذا قلت كلامنا لفظ مفيد واكتفيت بذلك، أي لفظ مفيد سيكون كلاما، لكن كلمة كاستقم هو الذي تم به الحد، لأن به نعرف أن الذي فيه اللفظ وفيه الإفادة لابد أن يضاف إليه كونه مركبا، ولا بد أن يكون بالوضع العربي. فكلمة استقم داخلة في الحد ولا غير داخلة في الحد؟ داخلة في الحد. هذا معنى قوله ولذلك احتاج، يعني من أجل كون الفائدة فائدة تامة وناقصة، احتاج إلى إخراج الثاني الذي هو الفائدة الناقصة بقوله كاستقم. فالمثال تتميم للحد وفاقا للشارح. الشارح هو ابن الناظم، يعني ابن صاحب الألفية، شرح الألفية. فالمثال تتميم للحد وفاقا للشارح، لا مثال بعد تمام الحد، يعني ليس بمثال بعد ما تم الحد، خلافا للمرادي. المرادي أيضا عالم نحو كبير شرح الألفية. اختلف الذين شرحوا الألفية هل قوله كاستقم داخل في الحد ولا غير داخل في الحد. ابنه يرى أن استقم داخل في الحد، والمرادي يرى أنه غير داخل في الحد، لكن كونه داخلا في الحد أحسن، لأننا لو اكتفينا بقولنا كلامنا لفظ مفيد لن يأتي معنا قضية الوضع، ولن يأتي معنا قضية التركيب. لكن المرادي أيضا سيرد ويقول: متى ما أفاد الكلام فلا بد أن يكون مركبا، ومتى ما أفاد الكلام فلا بد أن يكون بالوضع العربي. أخذنا هذا فين؟ في تنقيه الأزهرية. واضح؟ يعني بينهم خلاف، هل الوضع والتركيب يدخل في تعريف الكلام ولا لا يدخل في تعريف الكلام؟ يدخل عندنا في بعض الكتب، لكن الذين لم يذكروها أيضا معتمدين على أنه طالما حصلت الإفادة، يعني طالما ذكرت كلمة مفيد لابد أن يوجد الوضع ولا بد أن يوجد التركيب. واضح؟ هذا معنى قوله هنا. ولذلك احتاج إلى إخراج الثاني الذي هو الفائدة الناقصة، احتاج إلى إخراجه بقوله كاستقم. فالمثال تتميم للحد، يعني كلمة استقم داخلة في الحد وفاقا للشارح الذي هو ابن الناظم،
لا مثال بعد تمام الحد خلافا للمراد. ثم بعد ذلك وقوله واسم وفعل ثم حرف الكلم إعراب البيت. الكلم في آخر البيت مبتدأ، أصل الكلام والكلم اسم وفعل ثم حرف، واضح؟ الكلم مبتدأ وخبره مقدم عليه. أين خبره؟ اسم وفعل ثم حرف. وقلنا إن الخبر قد يكون واحدا وقد يتعدد، صحيح؟ إذن اسم وفعل ثم حرف، كل هذه أخبار مقدمة على قوله الكلم. الكلم مبتدأ وخبره مقدم عليه. أين الخبر؟ وهو اسم وفعل ثم حرف. والمراد أسماء وأفعال وحروف، يعني الكلم أسماء وأفعال وحروف. وثم بمعنى الواو، لأن ليس هنا شيئا أؤخره، ثم بمعنى الواو لمطلق الجمع، اسم وفعل وحرف. كونه قال ثم حرف لا يعني أن الحرف أقل رتبة أو أن الحرف يأتي فيما بعد، لا، من أجل النظم فقط قال ثم حرف. هذا معنى قوله والمراد أسماء وأفعال وحروف وثم بمعنى الواو، وليست على بابها من المهلة، يعني ليست كلمة ثم على بابها من المهلة لتأخر رتبة الحرف عن الاسم والفعل كما قيل. بعض الناس قالوا إن الحرف رتبته متأخرة عن الاسم والفعل، من أجل هذا قال ثم حرف. المكهودي لم يوافق على ذلك، لا، الاسم والفعل والحرف كلها أنواع الكلم بدون أن يكون أحدها مقدما على الآخر، واضح؟ المهلة، المهلة مش المهملة، المهلة. وثم بمعنى الواو، وليست على بابها من المهلة لتأخر رتبة الحرف عن الاسم والفعل كما قيل، وقد بسطت الكلام على ذلك في غير هذا المختصر، يعني ألف كتبا أخرى ذكر فيها أن ثم لا تدل هنا على الترتيب الذي هو الترتيب المؤخر، لا تدل على المهلة، وإنما هي بمعنى الواو. ثم قال رحمه الله واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، أي واحد الكلم كلمة. الكلم اسم جنس، اسم جنس جمعي، واحده كلمة. والكلم اسم جنس مما يفرق بينه وبين مفرده بسقوط التاء، وهذا النوع يجوز تذكيره وتأنيسه. نحن قلنا إن اسم الجنس هو ما يصدق على الكثير والقليل بلفظ واحد، اسم الجنس هو ما يصدق على الكثير والقليل بلفظ واحد. مثلا أنا إذا قلت الماء، الماء هذا يصدق على اللتر من الماء ويصدق على البحر كله أنه ماء، صحيح؟ ولا إذا قلت المال، المال يصدق على الدرهم أو الجنيه الواحد ويصدق على ملايين الأموال، صحيح؟ هذا اسمه اسم الجنس، واضح؟ لكن هو نوعان، عندك اسم جنس إفرادي وعندك اسم جنس جمعي. الكلم اسم جنس جمعي، ما معنى اسم جنس جمعي؟ نفرق بينه وبين واحده بالتاء، يعني إذا قلت الكلم أصبح جمع، طيب إذا حذفت التاء أصبح الكلم، إذا قلت الكلمة أصبح مفردا عفوا، لكن إذا حذفت التاء يصبح جمعا، هذا اسمه اسم الجنس الجمعي، واضح؟ يقول هنا واحده أي
يقول الشيخ رحمه الله والقول عم يعني أن القول يطلق على ما ذكر من الكلام والكلم والكلمة يعني إذا قلنا القول عم جميع الأفراد التي تم ذكرها يعني الكلم قول والكلام قول والكلمة قول نحن تكلمنا على الكلام وتكلمنا على الكلمة وتكلمنا على الكلمة صحيح إذا قلنا قول يصدق على كل هذه يعني كلها اسمها قول وقوله والقول عم يعني أن القول يطلق على ما ذكر من الكلام والكلم والكلمة إعراب والقول عم وهو مبتدع وعم فعل ماض في موضع الخبر يعني والقول مبتدع عم يعم فعل ماضي وفاعله مستتر تقديره هو إذن وهو مبتدع وعم فعل ماض في موضع الخبر وحذف مفعوله اختصارا والقول عم عم ماذا يعني القول عم الكلام والكلمة والكلمة لكن هو لم يذكر ما عمل فيه كلمة عم واضح هذا معنى وحذف مفعوله وهو مبتدأ وعم فعل ماض في موضع الخبر وحذف مفعوله اختصارا وتقديره عم جميع ما ذكر يعني القول يعم جميع ما تم ذكره وقوله وكلمة بها كلام قد يؤم يعني أن الكلمة يقصد بها الكلام في اللغة العربية قد نأتي بالكلمة ونريد بها الكلام وتقدم ذلك في الكتب تحت كلا إنها كلمة هو قائلها واضح؟ يعني أن الكلمة يقصد بها الكلام ويعني بذلك في اللغة لا في الاصطلاح يعني من حيث اللغة مش من حيث اصطلاح النحاة لا الاصطلاح عند النحاة الكلمة شيء والكلام شيء آخر لكن في اصطلاح اللغويين أو غير النحاة يجوز لنا أن نطلق كلمة على كلام تام وهو مستعمل بكثرة جدا عندنا الآن نقول الكلمة الآن لفلان في الاجتماعات والمؤتمرات الآن الكلمة لفلان الكلمة لفلان هل هو سيأتي ويذكر كلمة واحدة ولا يلقي خطابا سيأتي ويلقي خطاب طويل جدا فيه مئات وآلاف الكلمات لكن نقول كلمة فلان كانت جيدة هذا من حيث ماذا؟ من حيث اللغة وليس من حيث النحو واضح؟ هذا معنى قوله يعني أن الكلمة يقصد بها الكلام ويعني بذلك في اللغة لا في الاصطلاح كقوله في لفظ الشهادة كلمة يعني نحن نقول كلمة لا إله إلا الله ولا نقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان كلمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله جملة تامة ليست بكلمة صحيح لكن يستعمل مجازا كقوله في لفظ الشهادة كلمة وهو من باب تسمية الشيء باسم بعده يعني إذا سميت الكلام كلمة من باب تسمية الشيء ببعضه يعني المفروض أن الكلام جميعه مؤلف من اسم وفعل وحرف لكن أنت أخذت منه واحدة فقط وسميته بالكلام من باب تسمية الشيء ببعضه واضح؟ مثلا إذا قلت على الصلاة الفاتحة إذا قلت على الصلاة الفاتحة ولا صليت الصلاة كله بالقيام فلان قائم بمعنى مصلي قائم بالليل هل سيقضي الليل كله قائما ولا عنده ركوع وسجود وجلوس عنده ركوع وسجود وجلوس لكن لماذا نقول فلان قائم بالليل لأن جل ما سيفعله هو القيام من باب تسمية الشيء ببعضه يقول هنا وجاز الابتداء بكلمة للتنويع أنت تعرف لما أخذنا المبتدأ والخبر في الكتب تحت قلنا لا يجوز الابتداء بالنكرة لا يجوز لك أن تأتي بالنكرة وتجعله مبتدأ لماذا؟ لأنه لا يفيد أنا إذا قلت رجل قائم رجل قائم استفدنا أي فائدة من قول رجل قائم لم نستفد شيئا لماذا؟ نحن لا نعرف الرجل فضلا عن الحكم عليه بالقيام إذن لا يجوز لي أن أبتدئ بالنكرة لكن إذا قلت زيد قائم حصلت الفائدة ولا لم تحصل الفائدة؟ تحصل الفائدة هنا ابن مالك جاء بالنكرة وجعله مبتدأ نحن قلنا لا يبتدأ بالنكرة لأنه لا يفيد لكن لماذا جاء ابن مالك بالنكرة وجعله مبتدأ؟ هذا ما يريد أن يتكلم عليه قال وجاز الابتداء بكلمة للتنويع جاز الابتداء بكلمة فين الكلمة للتنويع
وكلمة بها كلام قد يؤم وكلمة مبتدأ بها كلام قد يؤم خبر للمبتدأ. لماذا جاز الابتداء بالنكرة؟ للتنويع، يعني ليكون منوعا، يعني أنواع كثيرة، لأن في الكلمة هذه فيها الاسم وفيها الفعل وفيها الحرف. يعني متى ما ابتدأت بالنكرة لابد أن تبحث عن مسوغ للابتداء بالنكرة. قد يكون المسوغ عموما، قد يكون المسوغ خصوصا، قد يكون المسوغ دعاء، قد يكون المسوغ أي شيء. هو قال إن المسوغ هنا للابتداء بالنكرة هو التنويع، لأن الكلمة منوعة، فيها الكلمة فيها الاسم وفيها الفعل وفيها الحرف. واضح؟ هذا معنى قوله وجاز الابتداء بكلمة للتنويع، لأنه نوعها إلى كونها إحدى الكلم وإلى كونها يقصد بها الكلام. يعني هو جعلها منوعا بحيث هي إحدى الكلم ويقصد بها أيضا الكلام. وخبرها في الجملة بعدها، الجملة التي بعدها هي ماذا؟ وكلمة قد يؤم بها كلام. قد يؤم بها كلام، جملة قد يؤم هو الخبر للمبتدأ، وبها متعلق بيؤم، ومعنى يؤم، ومعنى يؤم يقصد. إذن إعراب البيت كما علمت، إذا قلت واحده كلمة، واحده مبتدأ وكلمة خبر. إذا قلت والقول عم، القول مبتدأ وعم خبر للمبتدأ، لكن مع حذف المفعول، لم يذكر المفعول. وكلمة مبتدأ قد يؤم خبر للمبتدأ، بها جار ومجرور متعلق بيؤم. واضح؟ ثم قال رحمه الله بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل، يعني أن الاسم يمتاز ويتبين بخمسة أشياء، يعني علامات الاسم خمسة أشياء. الأول الجر، يعني أن تكون الكلمة مجرورة، متى ما رأيت الجر فإن هذا الاسم. الأول الجر، الجر هو عبارة البصريين، أهل البصرة هم الذين يسمونه بالجر. أيوة، متعلق بيؤم، يعني معناه يظهر به، يعني الجار والمجرور والظرف. أنا إذا جئت بالجار والمجرور والظرف منفردين لا يكون لهما معنى تام أبدا إلا إذا وجدت لهما متعلقا. نضرب مثالا، أنا إذا قلت المال في جيبك، المال في إيش؟ في جيبك، صحيح؟ ثم حذفت كلمة المال وقلت في جيبك، هل نعرف ما في جيبك؟ لا نعرفه، صحيح؟ كيف سنعرف ما في جيبك؟ بأن نأتي شيئا يتعلق به الجار والمجرور، يعني نأتي بشيء يتعلق به الجار والمجرور. هذا الشيء الذي نأتي به ليتعلق به الجار والمجرور لابد أن يكون مشتقا. سنقول المال موجود في جيبك، ولا المال حاصل في جيبك، ولا المال كثير في جيبك. عندما جئنا بكلمة موجود الآن ظهر معنى في جيبك، هذا معنى التعلق. يعني الجر والمجرور والظرف إن انفردا لا يبقى لهما معنى، لابد من وجود كلمة يتعلقان به ليظهر المعنى. واضح؟ إذا قلت مثلا الله معنا، والله الله معكم، الله معنا، كلمة معنى لوحدها لا تفيد شيئا، لكن لابد أن أتي بمتعلق تتعلق به. إذا قلت زيد عندك، إذا قلت كلمة عندك لوحدها لا تفيد شيئا، تفيد فائدة ناقصة. عندك، أنا إذا قلت عندك، عندك ماذا؟ عندك مال، عندك علم، عندك كتاب، عندك كراسة. لكن إذا قلت العلم عندك وجد متعلق للجار والمجرور بحيث العلم موجود عندك، ولا العلم حاصل عندك. واضح؟ شرحنا هذا في آخر تنقيه الأزهرية، الكتب التي تحت لابد من قراءتها. هو يقول هنا، أين وصلنا؟ يقول والجر وهو عبارة البصريين، يعني البصريون هم الذين يسمون الكسرة بالجر، وعبارة الكوفيين الخفض، يعني يسمون الجر بالخفض. وشمل الجر بحروف الجر وبالإضافة وبالتبعية، يعني الجر بجميع أنواعه علامة من علامات الاسم، يعني الاسم يعرف بالجر سواء كان مجرورا بالإضافة، سواء كان مجرورا بالحرف،
وسواء كان مجرورا بالتبعية كلها تدل على الاسمية. وقلنا إن كلها اجتمعت في كلمة بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم كلمة بسم مجرور بالباء، بسم اسم مضاف والله مضاف إليه مجرور بالإضافة، الرحمن نعت لله مجرور بالتبعية. إذن شمل جميع أنواع الجر، سواء كان جر بالإضافة أو كان جر بالحرف أو كان جر بالتبعية، كلها دالة على علامة ماذا؟ على أن الكلمة اسم من الأسماء. هذا معنى قوله وشمل الجر وشمل الجر بحرف ولا وشمل الجر بحرف لا وشمل الجر بحرف والجر بالإضافة وبالتبعية ولا وشمل الجر بحرف الجر في خلل ما وشمل الجر بحرف عندكم بحرف الجر نعم وشمل الجر بحرف الجر وشمل الجر جر أحسن وشمل كلامه الجر بحرف الجر وبالإضافة وبالتبعية واضح؟ وشمل الجر أي وشمل كلامه الجر بحرف الجر وبالإضافة وبالتبعية، يعني سواء كان الجر بحرف الجر أو كان الجر بالإضافة أو كان الجر بالتبعية كلها تدل على الاسمية. العلامة الثانية التنوين. ما هو التنوين؟ تعريف التنوين وهو نون ساكنة زائدة بعد كمال الاسم تفصله عما بعده. تعريف التنوين نون ساكنة زائدة بعد كمال الاسم. إذا قلت كلمة زيد بالسكون تم الكلام، لكن إذا قلت زيد عندك نون ساكنة وزائدة، لأن أصل كلمة زيد زيد فقط بدون تنوين، لكن لماذا جاء بالتنوين؟ لندل على أن الاسم قد انتهى، يعني ليس له تعلق بما يأتي بعده. هذا معنى قوله والتنوين وهو نون ساكنة زائدة بعد كمال الاسم تفصله عما بعده، والمراد به التنوين الخاص بالأسماء. عندك تناوين تدخل على الأسماء، وعندك تناوين أخرى تدخل على 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 الأفعال، وعندك تناوين تدخل على غيرهما. لا، المقصود التنوين الداخل على الاسم، التنوين الداخل على الفعل. وقولي إن أصبت فقد أصابا، هذه تسمى بالتنوين تنوين الترنم، واضح؟ ليست بالتنوين الذي يدل على الاسمية، واضح؟ هذا معنى قوله وهو نون ساكنة زائدة بعد كمال الاسم تفصله أما بعده، والمراد به التنوين الخاص بالأسماء وهو تنوين التمكين. تنوين التمكين يعني التنوين الذي يدل على تمكن الاسم من الاسمية، يعني يدل على أن هذا الاسم متمكن من الاسمية. مثلا أنت إذا قلت زيد يقبل التنوين صحيح، وهو مما يدخل عليه الصرف ولا اسم غير منصرف؟ اسم منصرف، تقول جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، صحيح. لكن عندك من الأسماء ما لا ينصرف، ما لا ينصرف هذا اسم إلا أنه غير متمكن في الاسمية، واضح؟ لماذا غير متمكن من الاسمية؟ لأنه شبيه بالحرف أو شبيه بالفعل في بعض صوره. مثلا إذا قلت جاء يزيد، رأيت يزيد، رأيت يزيد ومررت بيزيد. لماذا مررت بيزيد ولم أقل مررت بيزيد؟ لأن يزيد وإن كان اسما إلا أنه غير متمكن في الاسمية. لماذا؟ لأنه شبيه بالفعل، صحيح؟ إذن هنا قوله التنوين الخاص بالأسماء وهو تنوين التمكين، التنوين الذي يدل على أن هذا الاسم متمكن من الاسمية بحيث تتوالى عليه جميع علامات الاسم. كرجل، وشمل تنوين التنكير كصهن، صهن بمعنى اسكت، تنوين التنكير. إذا كان يحدثك في حديث معين وأردت أن يسكت عن ذلك الحديث المعين تقول له صح، صح يعني عن ذلك الحديث الذي كنت تتحدث فيه. لكن إذا أردت له أن يسكت عن كل الحديث لا يتكلم نهائيا ستقول له صهن، صهن. فالتنوين الموجود في صهن تنوين التنكير، يعني نكرت الكلمة التي هي صح. وتنوين العوض، وشمل ذلك أيضا تنوين العوض كيومئذ، تنوين يومئذ. يومئذ أصله مثلا في قوله سبحانه وتعالى وأنتم حينئذ تنظرون، المثال المشهور وأنتم حينئذ تنظرون.
أي وأنتم حين إذ بلغت الروح الحلقومة تنظرون. حذفنا بلغت الروح الحلقومة، حذفنا هذه الجملة واكتفينا عنها بتنوين سميناه بتنوين العوض، وأنتم حين إذ أي حين بلغت الروح الحلقومة تنظرون. هذا معنى قوله وتنوين العوض كيوم إذ، وتنوين المقابلة كمسلمات. تنوين المقابلة يعني مسلمات يقابله في الجموع مسلمون. مسلمون جمع مذكر سالم فيه نون، لكن مسلمات ليس فيه نون، فأدخلنا التنوين على كلمة مسلمات ليتساوى مع التنوين الموجود في مسلمون المذكر، وسميناه بتنوين المقابلة. واضح الكلام؟ إذن عندنا هو الآن ذكر لنا كم نوع من التنوين؟ أربعة. والمراد به، انظر إلى الكتاب، والمراد به التنوين الخاص بالأسماء، وهو تنوين التمكين، وهو اللاحق للنكرات. تنوين التمكين اللاحق للنكرات واحد كرجل، وتنوين التنكير كصح لاحق للأسماء، أسماء الأفعال وأسماء الأصوات، وتنوين العوض لاحق للظروف كيومئذ، وتنوين المقابلة كمسلمات لاحق لجمع المؤنث السالم. بقي من التناوين تناوين أخرى ستأتي في الكتب بعد هذا إن شاء الله، ولا ذكرنا جلها تحت. عندك تنوين الترنم، عندك تنوين كذا وكذا إلى آخره أشر. ثم قال الثالث من العلامات النداء، وهو الدعاء بيا أو إحدى أخواتها. الثالث من علامات الاسم المنادى، كل ما نودي فهو اسم، لا ينادى إلا الاسم. كلما جئت بالنداء قبل شيء فهو اسم، وهو الدعاء بيا أو إحدى أخواتها. الرابع من علامات الاسم ال، وهي الألف واللام. يعني الرابع من علامات الاسم ال، ما المقصود بال؟ الألف واللام. وال عبارة الخليل، يعني الخليل من كبار النحاة يرى أننا نعبر عن كلمة الألف واللام بأل، لا نقول الألف واللام. هذا الكلام مذكور عندك تحت. ابن هشام يقول نقول هل، نقول بل، لا يقال في هل الهاء واللام، ولا يقال في بل الباء واللام. إذن ما هو الأفضل؟ أن نقول أل ولا نقول الألف واللام. واضح؟ هذا معنى قوله الرابع أل، وهي الألف واللام، وتسميتها ال عبارة الخليل ابن أحمد. وشملت الزائدة، يعني ال هذه تدخل فيها حتى ال الزائدة، نحو اليزيد. ذكرنا هذا تحت، رأيت اليزيد ابن رأيت الوليد ابن اليزيد مباركا شديدا بآباء الخلافة كاهله. صحيح، اليزيد ولو دخل عليه الألف واللام فهو اسم، لا يمنع ذلك من اسميته. وشمل غير الزائدة، نحو الرجل. الرجل الأل فيه غير زائدة، أما اليزيد فالألف فيه زائدة، الألف واللام فيه زائدة. الخامس من علامات الاسم الإسناد، وهو المعبر عنه بمسند، فإن مسندا يطلق على المصدر وهو اسم مفعول. يعني المسند يطلق على المصدر ويطلق على الاسم. يعني إذا قلت المسند اسم مفعول، لكن ما المقصود به؟ المقصود به الإسناد. واضح؟ يعني إذا قلت المسند، الاسم يعرف بكونه مسندا، ما المقصود بالمسند؟ يعني أن يوجد فيه الإسناد. هذا معنى قوله المصدر. يقول هنا وهو المعبر عنه، الخامس الإسناد، وهو المعبر عنه بمسند، فإن كلمة مسندا يطلق على المصدر، لكن وهو في النظم اسم مفعول والتقدير وإسناد إليه. يعني مما يعرف به الاسم أن يسند إليه شيء، يعني كل ما أسند إليه شيء فهو اسم. واضح؟ ويحتمل هذا البيت وجوها كثيرة من الإعراب. الآن يريد أن يعرب البيت، لكن قبل أن يعرب البيت قلنا الاسم يعرف بخمسة أشياء. ما هي؟ الأول إيش؟ الأول الجر، وذكرنا أن الجر عبارة البصريين وعبارة الكوفيين الخفض. صحيح، وقلنا الجر ثلاثة أنواع، جر بالإضافة وجر بالتبعية وجر بحرف الجر. العلامة الثانية ماذا؟ التنوين. قلنا إن التنوين نون ساكنة زائدة بعد كمال الاسم تفصله أما بعده. صحيح، وقلنا إن أنواع التنوين، وهو المراد به التنوين الخاص بالأسماء، وأنواع التنوين وهو تنوين التمكين كرجل، وتنوين إيش؟ تنوين التنكير كصح، وتنوين العوض كيومئذ، وتنوين المقابلة كمسلمات. صحيح، إذن هو ذكر أربعة أنواع من التناوين.
العلامة الثالثة قلنا النداء وهو الدعاء بيا أو إحدى أخواتها. العلامة الرابعة وهي ال وقلنا وهي الألف واللام والعبارة الخليل وشملت ال الزائدة نحو ليزيد وغير الزائدة نحو الرجل. الخامس من علامات الاسم الإسناد وهو المعبر عنه بمسند، فإن مسندا يطلق على المصدر وهو اسم مفعول والتقدير وإسناد إليه. الآن يعرب لنا هذا البيت. قال ويحتمل هذا البيت وجوها كثيرة من الإعراب، أزهرها أن يكون تمييز مبتدأ وحصل في موضع الصفة له وخبره للاسم، وبالجر متعلق بحصل والتقدير للاسم تمييز حاصل بكذا وكذا. واضح الكلام؟ يعني إذا أردت أن تعرب البيت أنت قلت بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل. كيف سيكون الإعراب؟ أفضل وجوه الإعراب أن يكون تمييز مبتدأ، إذن تمييز مبتدأ وحصل خبر للمبتدأ في موضع الصفة له، يعني حصل خبر للمبتدأ لكنه صفة للتمييز لأن التمييز نكرة، صحيح؟ والجملة إذا جاءت بعد النكرة كيف تعرب؟ تعرب على أنها صفة، صحيح؟ إذن أن يكون تمييز مبتدأ وحصل في موضع الصفة له، يعني حصل في موضع الصفة مش خبر له، صفة له. وخبره أين خبر تمييز للاسم؟ وبالجر متعلق بحصل والتقدير للاسم تمييز حاصل بكذا وكذا. واضح الكلام؟ ثم بعد ذلك قال بتاء فعلت وأتت ويفعلي ونون أكبلن فعل ينجلي، يعني أن الفعل ينجلي أي يظهر بأربعة أشياء. إذن ذكرنا علامات الاسم كم علامة؟ خمس علامات. ذكرنا أنواع التنوين كم نوع؟ أربعة أنواع. الآن دخلنا في شيء آخر، يعني سنذكر الفعل وعلامات الفعل وعلامة كل واحد منها. يعني أن الفعل ينجلي أي يظهر بأربعة أشياء. الأول تاء فعلت، والمراد بها تاء الضمير اللاحق للفعل الماضي، يعني تاء الضمير الذي يلحق بالفعل الماضي سواء كان بالضمة أو كان بالفتحة أو كان بالكسرة. مثلا إذا قلت أنت ولا إذا قلت أنت ولا إذا قلت أنتما، أيا كان طالما ضمير متصل بالفعل دال على أنه فعل، سواء كان هذا الضمير بالرفع أو كان بالنصب أو كان بالجر. مثلا إذا قلت ضربت هذا بفتح التاء، إذا قلت ضربت بكسر التاء، إذا قلت ضربتما بضم التاء ولا إذا قلت ضربت بضم التاء، كلها تسمى بتاء المخاطب. يعني أن الفعل ينجلي أي يظهر بأربعة أشياء. الأول تاء فعلت، والمراد بها تاء الضمير اللاحقة للفعل الماضي، ويجوز ضبطه بالضم على أنها للمتكلم، وبالفتح على أنها للمخاطب، وبالكسر على أنها للمخاطبة. يعني سواء قلت بتاء فعلت أو تاء فعلت أو تاء فعلت، المعنى واحد وجميعها خاص بالفعل. تاء الضمير لا يدخل إلا على الفعل فقط. الثاني من علامات الفعل تاء أتت، وهي تاء التأنيس الساكنة. تاء أتت التاء التأنيس لتأنيس فاعله، يعني يجعل الفاعل مؤنثا. الثالث من علامات الفعل هي فعلي، وهي ياء المخاطبة وتلحق الأمر والمضارع. ياء المخاطبة تأتي مع الأمر وتأتي مع المضارع. تأتي مع الأمر مثل قولك أنت تذهبين، أتت مع المضارع، ولا تأتي مع الأمر نحو قولك أنت اذهبي مع المضارع مع الأمر. هذا معنى قوله الثالث ياء فعلي، وهي ياء المخاطبة وتلحق الأمر والمضارع. الرابع نون أقبلن، يعني نون التوكيد، وهي نون التوكيد وتكون مشددة ومخففة، يعني نون التوكيد قد تشدد وقد تخفف. وتلحق أيضا الأمر، يعني النون هذه تلحق الأمر، نون التوكيد تلحق الأمر والمضارع. وتلحق أيضا الأمر والمضارع، يعني نون التوكيد تلحق الأمر والمضارع. أنت تقول لا تذهبن، وتقول أيضا اذهبن، يعني يدخل على المضارع ويدخل على الأمر. هذا معنى قوله وهي نون التوكيد وتكون مشددة ومخففة وتلحق أيضا الأمر والمضارع. الآن يعرب لنا البيت. وفعل فعل ينجلي في آخر طرف البيت، وفعل مبتدأ. طيب فعل نكرة، لماذا ابتدأت به وهو نكرة؟ وسوغ الابتداء به ما ذكر في كلمة ينجلي خبره، التنويع مرة أخرى.
وسوغ الابتداء به ما ذكر في كلمة وينجلي لا ما وسوغ الابتداء به ما ذكر في كلمة في البيت السابق يعني في البيت السابق عندما ذكرنا كلمة قلنا السبب التنويع نفس الكلام هنا ثم بعد ذلك وينجلي خبره يعني فعل مضارع ينجلي جملة خبرية خبر للمبتدا وبتا فعلت متعلق بينجلي يعني الجار والمجرور وما أضيف عليه كلها متعلقة بينجلي يعني يظهر معناها عند كلمة ينجلي ثم بعد ذلك الشيخ يقول سواهما الحرف إذن في هذا البيت الذي تقدم ذكر الشيخ أننا نعرف الفعل بواحد من ثلاثة أشياء إما أن يكون ولا بواحد من أربعة أشياء أول شيء نعرف به الفعل تاء الفاعل وهو تاء المخاطب قد يكون مرفوعا أو قد يكون مضموما أو مفتوحا أو مكسورا صحيح ثم بعد ذلك تاء التأنيث الساكنة صحيح ثم بعد ذلك يفعلي يعني الياء المخاطبة صحيح ثم بعد ذلك النون أقبلن يعني النون التوكيد إذن ذكرنا أربع علامات من علامات الفعل بعد ذلك يقول الشيخ سواهما الحرف يعني أن ما لا يقبل العلامات المذكورة هو حرف فسواهما مبتدأ والحرف خبره سواهما الحرف سواهما مبتدأ والحرف خبر للمبتدأ ويجوز عكسه يجوز أن تقول سواهما خبر مقدم والحرف مبتدأ مؤخر يعني يجوز أن تكون كلمة سوى هي المبتدأ ويجوز أن تكون هي الخبر المقدم واضح؟ ويجوز عكسه وهو الأزهر يعني الأزهر عند المكود أن نعكس فنقول الحرف مبتدأ مؤخر وسواهما خبر للمبتدأ هذا معنى قوله يعني أن ما لا يقبل العلامات المذكورة هو حرف فسواهما مبتدأ والحرف خبره ويجوز عكسه وهو الأزهر الحرف سواهما فإن سوى عند الناظم بمعنى غير يعني كلمة سوى عند ابن مالك بمعنى غير يعني لا تتعرف إلا بما تضاف إليه وحتى إذا أضيفت لا تكتسب المعرفة فإن سوى عند النازم بمعنى غير فإفاضتها لا تعرف يعني إضافتها لا تعرفها نضرب مثالا أنا إذا قلت لك جاء غير زيد جاء غير زيد من الذي هو غير زيد هذا هل نعرفه لا نعرفه إذن كلمة غير حتى ولو أضيفت لا تكتسب المعرفة واضح إذن إذا اجتمع عندي نكرة ومعرفة وأردت أن أجعل أحدهما مبتدأ والآخر خبرا أيهما أجعل مبتدأ المعرفة هي التي أجعلها مبتدأ إذن في الإعراب الحرف سواهما الحرف مبتدأ وكلمة سواهما بمنزلة غير وهي لا تتعرف بالإضافة فكلمة سواهما خبر للمبتدأ واضح؟ هذا معنى قوله يعني أن ما لا يقبل العلامات المذكورة هو حرف فسواهما مبتدأ والحرف خبر هكذا أعرب المكودي لكن قال ويجوز عكسه وهو الأزهر يعني أن نجعل سواهما خبرا مقدما والحرف مبتدأ مؤخرا فإن سوى عند النازم بمعنى غير فإضافتها لا تعرف ولما كانت الحروف على ثلاثة أقسام الآن سنتكلم على الحرف ولما كانت الحروف على ثلاثة أقسام مشترك بين الأسماء والأفعال ومختص بالأسماء ومختص بالأفعال أتى لكل واحد من الأقسام بمثال يعني أنت تعرف الأحرف ثلاثة الحرف المشترك بين الأفعال والأسماء صحيح؟ وقلنا ما ضابط الحرف المشترك بين الأسماء والأفعال؟ الحرف الذي لا يعمل شيئا أي حرف لا يعمل شيئا فإنه يدخل على الأسماء والأفعال مثلا أقول هل زيد قائد؟ هل قام زيد لأن كلمة هل لا تعمل شيئا لكن أي حرف كان عاملا للجر مثلا الجر خاص بالأسماء ولا هذا الحرف عامل للجزم الجزم خاص بالأفعال إذن أي حرف كان عاملا سيكون مختصا بإحدى النوعين لكن ما هو الحرف العام المطلق الحرف الذي لا يعمل شيئا كهل وبل مثلا واضح يقول هنا ولما كانت الحروف على ثلاثة أقسام مشترك بين الأسماء والأفعال ومختص بالأسماء ومختص بالأفعال أتى لكل واحد من الأقسام بمثال فقال كهل وفي ولم فهل مثال للمشترك
هل قام زيد هل زيد قائم وفي مثال للمختص هل في الدار احد مختص بالاسم ولم مختص بالفعل لم ياتي زيد ولم مثال للخاص بالفعل ثم قال فعل مضارع يلي لم كيشم لما اتى في تعريف الفعل بالعلامات التي تخصه على الجمله يعني من قبل ذكرنا علامات الافعال جمله يرحمك الله من قبل ذكرنا علامات الافعال لكن بعضها مع بعض الان سنميز بعضها عن بعض يقول لما اتى في تعريف الفعل بالعلامات التي تخصه على الجمله يعني مجتمعه وكانت الافعال على ثلاثه اقسام بين المضارع من قسيميه بما يختص به وهو لم او احدى اخواتها كل ما دخل عليه لم او احدى اخوات لم من الاحرف الجازمه فانه فعل مضارع هذا معنى قوله وكانت الافعال على ثلاثه اقسام بين المضارع من قسيميه بما يختص به وهو لم او احدى اخواتها ففعل مضارع لا ففعل مبتدا ومضارع نعت له يعني في اعراب البيت فعل مضارع يلي لم كيشم اذا قلت فعل نكره صحيح ومضارع نعت له يلي جمله يلي خبر للمبتدا وقوله كيشم مثال للمضارع فهو متاخر من تقديم يعني متأخر وحقه أن يقدم فعل مضارع يلي لم كيشم والتقدير فعل مضارع كيشم يلي لم واضح الأصل أن تقول فعل مضارع كيشم يلي لم شم يشم واضح لا مثال للمضارع المقترن بلم شوف هو يريد أن يقول لك شيئا أنت في البيت قلت فعل مضارع يلي لم كيشم لا تظن أن لم هذه داخلة على يشم فانجزم يشم في البيت عندما تنشد كلمة يشم مجزومة ولا غير مجزومة مجزومة لكن ليس لها جازم هنا يعني مش كلمة لم هو الذي جزمها لا لأن أصلها أن تأتي قبل لم ها؟ فعل مضارع كيشم يلي لم أصل الإعراب هكذا فعل مضارع كيشم يلي لم إذا قلت فعل مضارع كيشم يلي لم ما الإعراب فعل مبتدأ مضارع نعت له كيشم جملة معترضة يلي لم خبر للمبتدأ هذا هو أصل إعراب البيت لا تتوهم أن لم مجزومة بدخول لم عليه لا تتوهم أن كلمة يشم مجزومة بدخول لم عليها واضح؟ هذا ما يريد أن يذكره شوف قال والتقدير فعل مضارع كيشم يلي لم هذا هو الصحيح لا مثال للمضارع المقترن بلم لم يقصد أن يمثل لمضارع مقترن بلم إذ لو كان كذلك لقال كلم يشم كان يأتي بلم أولا ثم يأتي بيشم لأن لا يجوز الفصل بينهما والماضي ما فعل يشم ما ماضيه والماضي شمم بالكسر شمم ها يشمم لكن يشمم ثقيل والشمم ثقيل فأدغم المثلان في بعضهما فقيل شم يشم واضح يقول والماضي شمم بالكسر لأنك تقول شممت لأنك تقول شممت إذن الماضي بالكسر هذه اللغة الفصيحة ويقال شممت يقال شممت بالفتح ومضارعه على هذه اللغة إذا قلت شممت سيكون مضارعه أشم بالضم إذا فتحت الميم لكن إذا لم تفتح سيكون بالفتح ثم قال وماضي الأفعال بالتامز يعني أن الفعل الماضي يمتاز عن المضارع والأمر بصلاحيته للتاء إذن عرفنا أن المضارع يمتاز عن الآخرين بلم الآن الماضي يمتاز عن المضارع والأمر بصلاحيته للتاء أي تاء التأنيث الساكنة وألف التاء للعهد يعني تاء معروف لأن تاء التأنيث الساكنة وشملت التاءين المذكورتين وهما تاء الضمير وتاء التأنيث الساكنة يعني الماضي يعرف بتاء الضمير الذي هو للمخاطب والمتكلم والمخاطبة ويعرف كذلك أيضا بتاء التأنيث الساكن
مثلا ذهبت ولا ذهبت ولا ذهبتي هذا التاء تاء الضمير هذا لا يلحق المضارع صحيح وكذلك ايضا تاء التأنيس الساكنة لا يلحق المضارع إذن التاء سواء كان تاء خطاب أو كان تاء تأنيس الساكنة كلاهما من علامات ماذا؟ من علامات الفعل الماضي يعني أن الفعل الماضي يمتاز عن المضارع والأمر بصلاحيته للتاء وألف التاء للعهد وشملت التاءين المذكورتين وهما تاء الضمير وتاء التأنيس الساكنة ثم قال وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم يعني أن فعل الأمر يمتاز بشيئين عن بقية عن بقية الأدوات التي تقدم ذكرها فعل الأمر يمتاز عن الحرف ويمتاز عن الفعل بما سيأتي ولا يمتاز عن الماضي وعن المضارع بما سيأتي يعني أن اللفظ يعني أن فعل الأمر يمتاز بشيئين صلاحيته لنوني التوكيد وهو معنى قوله وسم بالنون وإفهام الأمر يعني الفعل المضارع الفعل الأمر يمتاز بشيئين اثنين أن تليه النون التي تقدم ذكرها وأن يكون مفهما للأمر وذكرنا هذا تحت قلنا إن فعل الأمر له علامتان علامة حسية وعلامة معنوية العلامة الحسية قبوله لياء المخاطبة ونون التوكيد العلامة المعنوية كونه دالا على الأمر هذا ما يذكره الآن يعني أن فعل الأمر يمتاز بشيئين أولا صلاحيته لنوني التوكيد وهو معنى قوله وسم بالنون ثانيا وإفهام الأمر يعني أن يفهم منه الأمر وإفهام بالضم وإفهام الأمر وهو معنى قوله إن أمر فهم ترك علامة واحدة وهي ياء قبوله لياء المخاطبة صحيح وهو معنى قوله إن أمر فهم وألف النون للعهد إن سم بالنون بالنون يعني النون الذي نعرفها النون الذي تعارفنا عليها وهي نون التوكيد يعني أن فعل الأمر يمتاز بشيئين صلاحيته لنون التوكيد وهو معنى قوله وسم بالنون وإفهام الأمر وهو معنى قوله إن أمر فهم وألف النون للعهد وهي نون التوكيد المتقدمة ثم قال والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو الصح وهيهل يعني أن اللفظ إذا أفهم الأمر ولم يكن صالحا للنون يعني هذا اللفظ أفهم الأمر إلا أنه رغم كونه أفهم الأمر لم يقبل النون يعني أن الاسم يعني أن اللفظ إذا أفهم الأمر ولم يكن صالحا للنون فهو اسم فعل ولذلك مثله بصه ومعناه اسكت وحي هل ومعناه أقبل أو عجل أو أقدم يعني حي هل يعني تعالى يلا بسرعة وليس في هذا البيت زيادة على ما أفهم البيت الذي قبله إلا كون غير القابل للنون مما أفهم الأمر يقال فيه اسم فعل يعني هذا البيت الثاني لم يأتي بحكم جديد إلا أنه بيّن فقط أن ما لم يقبل النون فهو اسم فعل أمر واضح؟ وليس في هذا البيت زيادة على ما أفهم البيت الذي قبله إلا كون غير القابل للنون مما أفهم الأمر يقال فيه اسم فعل يقال فيه اسم فعل ولا يسمى بأمر لأنه صرح بأنه اسم في قوله هو اسم فعل نحو صح وهيهل وحيهل وفهم كونه اسم فعل من تمثيله بصح وحيهل ندخل في الباب الذي بعده ولا نقف ندخل لأن معنا يوم واحد فقط في الأسبوع لكن رجاء بقدر ما نسرع بقدر ما نذاكر رجاء ثم بعد ذلك يقول باب المعرب والمبني ثلاث أبيات باب المعرب والمبني باب في المعرب والمبني يعني في هذا الباب سنتناول الإعراب والبناء لو تذكر معنا عندما ذكرنا جدولا للنحو قلنا إن النحو كله ينقسم إلى خمسة أجزاء صحيح؟ يعني ما يدرس في النحو كله متكون من خمس أشياء صحيح؟ قلنا الأول منها كان ماذا؟ المقدمات وهي عبارة عن كم باب؟ ثلاثة أبواب الباب الأول كان ماذا؟ باب الكلام انتهينا الآن من باب الكلام ثم بعد باب الكلام ماذا؟ باب المعرب والمبني سندخل الآن في المعرب والمبني الآن سندخل في المعرب والمبني
دخلنا بالفعل. قلنا المقدمات ثلاثة أبواب، كان منها باب الكلام ثم باب الإعراب والبناء. الآن سندخل في الإعراب والبناء. بعد باب الإعراب والبناء هذه مباشرة سيدخل بنا إلى ماذا؟ النكرة والمعرفة. واضح؟ أيوة يلا بنا. يقول هنا بسم الله، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، يعني أن الاسم على قسمين، يعني الاسم ينقسم قسمين، منه معرب ومنه مبني. الاسم إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا، وقدم المعرب لأنه الأصل، يعني الأصل في الأسماء قلنا دائما الإعراب، والأصل في الأفعال البناء، يعني فعل واحد فقط يعرب وهو الفعل المضارع، ما سواه كله مبني. صحيح الأسماء 90% أو 99% منها معربة، يعني أن الاسم على قسمين، منه معرب ومنه مبني، وقدم المعرب لأنه الأصل، ثم الإعراب في البيت. ومعرب مبتدأ خبره منه، يعني والاسم معرب منه، والاسم معرب منه، والاسم مبتدأ ومعرب منه مبتدأ ثاني. واضح؟ ومعرب مبتدأ خبره منه، ومبني مبتدأ خبره محذوف تقديره منه. يعني إذا قلت والاسم منه معرب ومبني، التقدير هكذا، والاسم معرب منه ومبني منه. فالاسم مبتدأ، معرب منه مبتدأ ثاني وخبر، وكلاهما خبر على المبتدأ الأول، ومبني منه مبتدأ ثالث وخبر، وكلاهما خبر للمبتدأ الأول. واضح؟ هذا معنى قوله يعني أن الاسم على قسمين، منه معرب ومنه مبني، وقدم المعرب لأنه الأصل، ومعرب مبتدأ خبره منه، ومبني مبتدأ خبره محذوف تقديره منه. ولما كان المبني من الأسماء على خلاف الأصل، وأنه لا يبنى إلا لعلة، نبه على ذلك بلام التعليل. عندنا شيء مهم جدا، وهو أولا أن الاسم الأصل في الاسم أن يعرب، واحد. ثانيا الاسم قد يكون مبنيا، لكن متى ما رأيت الاسم مبنيا فإنه يبنى لسبب، يعني لابد أن أجد سببا لبنائه. واضح؟ يقول ولما كان المبني من الأسماء على خلاف الأصل، وأنه لا يبنى إلا لعلة، متى ما قلت مبني لابد أن تقول لي لماذا بني، ثم بعد ذلك إذا تطور في أكثر، إذا قلت بني لأنه كذا وكذا، يعني لماذا بني على الفتح بالذات، يعني متى ما رأيت المبنية عندك ثلاثة أسئلة. أول شيء لماذا بني، ثانيا لماذا اختير هذا النوع من الحركات بالذات لبنائه عليه. أظن ذكرتها شبه من الحروف. الآن سنذكر مسوغات البناء، يعني لماذا يبنى الاسم. ولما كان الشبه منه مقرب من الحروف وغير مقرب، نبه على المقرب بقوله مدني، والشبه غير المدني ما عارضه معارض كأي في الاستفهام، يعني كلمة أي في الاستفهام والشرط فإنها أشبهت الحرف في المعنى، لكن عارض شبه الحرف لزومها الإضافة، لأن الإضافة من خصائص الأسماء فألغي شبه الحرف. يقول لك إن الاسم إذا كان مبنيا سنبنيه لشبهه بحرف من الأحرف، فيسمى بشبه افتقاري، يعني فيسمى بشبه شبه إيش؟ مثلا كان عندي كلمة جاء، إذا قلت جئت، هذه التاء اسم ولا غير اسم؟ اسم، لكنها شبيهة بالحرف ولا غير شبيهة بالحرف؟ شبيهة بالحرف، لأنها موضوعة على حرف واحدة فقط. ولا قلت جئنا كما سيمثل هو،
جئنا أين الضمير النون والألف النون والألف هذا شبيه بالحرف ولا غير شبيه بالحرف شبيه بالحرف إذن عندنا من الشبه في الأحرف ما هو شبيه بالحرف وعندنا ما هو غير شبيه بالحرف سيفرق بينهما الآن قال ولما كان الشبه منه مقرب من الحروف وغير مقرب نبه على المقرب بقوله مدني لشبه من الحروف مدني أي مدني يدنيه إلى الأحرف والشبه غير المدني ما عارضه معارض قد يوجد شبه بالحرف أهلا يا شيخ مصطفى قد يوجد شبه مدني له من الحرف من حيث وضعه على كلمتين لكن يعارضه معارض يصرفه عن كونه شبيها بالحرف يقول والشبه غير المدني ما عارضه معارض كأي في الاستفهام والشرط فإنها أشبهت الحرف في المعنى يعني من حيث المعنى عندك أحرف الاستفهام عندك حرف التمني عندك حرف النهي عندك حرف الشرط كلمة أي الشرطية والاستفهامية تشبه الحروف من حيث المعنى صحيح؟ فإنها أشبهت الحرف في المعنى لكن عارض شبه الحرف لزومها الإضافة كلمة أي متى ما رأيتها لابد أن تكون مضافة واضح؟ لكن عارض شبه الحرف لزومها الإضافة لأن الإضافة من خصائص الأسماء فألغي شبه الحرف إذن كلمة أي ستعرب في بعض أحوالها لماذا تعرب في بعض أحوالها؟ لأنها ملازمة للإضافة مرة أخرى عندنا الآن الاسم الأصل في الاسم ماذا؟ الإعراب ولا البناء؟ وقلنا كلما كان الاسم مبنيا لا بد أن نبحث عن شيئين سبب بنائه وما خصوص الضمة بالذات أو ما خصوص الفتحة بالذات أو ما خصوص الكسرة بالذات لأن الأصل في المبني أن يسكن صحيح؟ الآن هو قال إن الاسم متى ما أشبه الحرف اسمه الشبه الوضعي سيبنى هذا الاسم وضربنا مثالا كضربت وضربت وضربتما إلى آخره وأنا مثلا مشبه للأحرف فيكون مبنيا صحيح؟ أنت جئت بكلمة أي أي في الاستفهام هذا اسم صحيح؟ ولا أي في الشرط هذا اسم صحيح؟ كان المفروض أن يبنى كما أن البناء في تاء المتكلم وناء للمتكلمين لما جئت بتاء المخاطب بنيته وقلت شبه وضعي لأنه شبيه بالحرف شبيه بالحرف من حيث وضعه وعندك ما يشبه الحرف من حيث معناه إذن ما يبنى إما أن يكون شبيها بالحرف من حيث اللفظ أي قلة الحروف وإما من حيث المعنى جاءنا كلمة أي هي شبيهة بالحرف من حيث الحروف لا هي ثلاث كلمات لكن هي شبيهة بالحرف من حيث المعنى ولا غير شبيهة شبيهة بالحرف من حيث المعنى لأن أي تدل على الاستفهام وللاستفهام أحرف مثل هل أي تدل على الشرط وللشرط أحرف مثل أي فكان المفروض أن تبنى كلمة أي ولا أن تعرب ها؟ كان المفروض أن تبنى لماذا؟ لأنها شبيهة بالحرف لأن الحرف هو الذي يوضع للشرط وشبيهة بالحرف لأن الحرف هو الذي يوضع للاستفهام لكن كلمة أي قد تكون معربة لماذا أعربت؟ لأنها استعادت قوتها بأنها لا تكون إلا مضافة والإضافة من خصائص الأسماء متى ما أضيفت استردت قوتها ذكرنا مثل هذا في الكتب تحت لكن كان في باب الممنوع من الصرف صحيح؟ قلنا إن كلمة إيش؟ قلنا إن الممنوع من الصرف متى ما دخل عليه أل أو أضيف فإنه سيكون منصرفا لماذا؟ لأنه استعاد قوته وهذا ما يريد أن يذكره واضح؟ أركز على الشرح مرة أخرى لا تعليلات كثيرة يعني بحسب الكلمة التي تأتي فيها مثلا كلمة أين أنا أقول مبنية على الفتح لماذا؟ للخفة يعني لأن الفتحة أخف أيوة وهكذا يعني إلة البناء سيكون مذكورا حسب الكلمة لكن ليس له ضابط معين
ليس هذا بخصوص الكسر، هذا بخصوص الضم، هذا بخصوص، لا، ليس لها ضابط معين. تبنى على الكسر نبحث لها عن ضابط، تبنى على الفتح نبحث لها عن ضابط، نبحث لها عن علة معينة هي التي أوجبت الضم أو الفتح أو الكسر. واضح؟ وسيأتينا ذلك في بطون الكتب، يعني أثناء القراءة يكون وخصوص بنائها على كذا من أجل كذا وكذا. واضح؟ نقرأ الحتة هذه مرة أخرى. قال: ولما كان الشبه، يعني الشبه، يعني اسم يقيمنا بشبهه بواحد من أربعة أشياء، سنجد شبه وجه، شبه افتكار، شبه كذا، شبه كذا. ولما كان المبني من الأسماء، ولما كان الشبه منه مقرب من الحروف وغير مقرب، يعني عندنا شبه يقرب الاسم من الحروف وشبه آخر لا يقربه من الحروف، نبه على المقرب بقوله مدني. والشبه غير المدني، ما هو الشبه الذي لا يدنيه من الفعل من الحرفية حتى يبنى؟ الشبه غير المدني ما عارضه معارض، يعني ما أفسده شيء ما، كالإضافة التي ستفسد شبهية أي بالأحرف. كان المفروض أن تكون كلمة أي شبيهة بالأحرف لأنها تدل على الاستفهام والشرط، لكن عارض ذلك الشبه شيء ما وهو الإضافة. ولما كان الشبه منه مقرب من الحروف وغير مقرب نبه على المقرب بقوله مدني. والشبه غير المدني ما عارضه معارض كأي في الاستفهام والشرط، فإنها أشبهت الحرف في المعنى فكان المفروض أن تبنى، لكن عارض شبه الحرف لزومها الإضافة، لأن الإضافة من خصائص الأسماء، فألغي شبه الحرف وأعربت في بعض أحوالها. واضح هذا الكلام ولا فيه مشكلة؟ واضح؟ لا، هو قال إن الشبه منه مقرب ومنه غير مقرب، شبه مدني يعني مقرب، هو شرحه. لا، هو لم يذكره في النسب، وإنما الشارح هو الذي ذكره. فيه شبه تكون شبه قريب جدا، وفيه شبه تكون بعيد. ثم قال: كالشبه الوضعي، الآن يذكر أنواع الشبه، كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأصل وكافتقار أصل، أربعة أشياء. فنوع شبه الحرف إلى أربعة أنواع، يعني نوع الناظم شبه الحرف إلى أربعة أنواع. الأول الشبه الوضعي، أول شيء يكون سببا في بناء الاسم اسمه السبب الوضعي، الشبه الوضعي، وهو ما أشبه الحرف في كونه موضوعا على حرف واحد أو على حرفين ثانيهما لين، يعني كل ما كان موضوعا على حرف واحد من الأسماء فهو مبني. لماذا؟ لأنه يشبه الحرف، جئت سائر الضمائر هم هن إلى آخرها كلها مبنية. لماذا؟ لأنها تشبه الأحرف، لأن القليل الأحرف هي الحرف وليس الفعل والاسم. فنوع شبه الحرف إلى أربعة أنواع: الأول الشبه الوضعي، وهو ما أشبه الحرف في كونه موضوعا على حرف واحد أو على حرفين، وهو المشار إليه بقوله: كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، أي في الاسمين من قولك جئتنا، فالتاء اسم ونا اسم، وهما التاء ونا، فالتاء مبنية لشبهها بالحرف في وضعها على حرف واحد، ونا مبني أيضا لشبهه بالحرف في وضعه على حرفين، يشبه كلمة في مثلا ويشبه كلمة لم مثلا. الثاني الشبه الثاني، إذا انتهينا من الشبه الوضعي ويكون في الأحرف. الثاني الشبه المعنوي، وهو ما أشبه الحرف في المعنى، يعني يشبه الحرف في المعنى، لا من حيث الوضع، وضعه أكثر، هو زائد على حرف واحد، زائد على حرفين، لكن لماذا بني؟ لأنه شبيه بالحرف من حيث المعنى. واضح؟ الثاني المعنوي، وهو ما أشبه الحرف في المعنى، وهو المشار إليه بقوله والمعنوي، أي والشبه المعنوي في متى وفي هنا، متى على ثلاثة أحرف وهنا أيضا على ثلاثة أحرف، فلم يشبه الحرف في وضعها على حرفين وإنما أشبه الحرف من حيث المعنى، لأن متى تدل على الاستفهام وهنا تدل على المكان، وكان المفروض أن توضع أحرف للمكان،
واضح؟ كما وضعت أحرف للإشارة ووضعت أحرف للاستفهام ووضعت أحرف للشرط، كان المفروض أن توضع أحرف أيضا للمكان، لم توضع، إنما وجد اسم للمكان. يقول هنا الثاني المعنوي وهو ما أشبه الحرف في المعنى وهو المشار إليه بقوله والمعنوي، أي والشبه المعنوي في متى وفي هنا. أما متى فأشبهت همزة الاستفهام إذا كانت استفهاما، إذا كانت كلمة متى استفهاما تشبه همزة الاستفهام، وإن الشرطية إذا كانت شرطا، إذا جئت بمتى وقصدت به الاستفهام أشبهت همزة الاستفهام من حيث المعنى، إن جئت بمتى وقصدت به الشرطية أشبهت إن الشرطية من حيث المعنى لا من حيث وضعها، فإنها ثلاث كلمات. وأما هنا فأشبهت معنى حرف لم يستعمل، يعني أشبهت معنى حرف وذلك الحرف لم تستعمله العرب، لكن عدم استعمالهم له لا ينفي وجوده في الذهن، فكلمة هنا مشبهة به، فأشبهت معنى حرف لم يستعمل، لأن هنا اسم إشارة والإشارة معنى من المعاني، والإشارة معنى من معاني الحروف، فحقها أن يوضع لها حرف كالتنبيه والخطاب. أنت وضعت للتنبيه حرفا ووضعت للخطاب حرفا، فكان المفروض أن تضع للمكان أيضا حرفا. لم يوضع مكان للحرف صحيح، لكننا سنبني أي اسم كان فيه معنى المكان سنبنيه تشبيها لذلك الحرف المتوهم وجوده، يعني سنتوهم كذا أن هناك حرفا للمكان كما أن هناك حرفا للشرط وهناك حرفا للاستفهام، سنتوهم وجود حرف للمكان شبه به ما بني من مما يشير إلى المكان. مثلا كلمة هنا اسم إشارة صحيح، لكن لماذا نبنيه وهو على ثلاثة أحرف؟ نبنيه تشبيها له بحرف كان مفروضا أن يوضع وإن لم يوضع، واضح؟ يعني نحن لما جينا إلى كلمة مثلا متى، قلنا إن كلمة متى مبنية لماذا؟ لشبهها بماذا؟ لشبهها بالهمزة في الاستفهام، صحيح؟ إذن العرب وضعوا حرفا للاستفهام وهو الهمزة، صحيح؟ والعرب وضعوا حرفا لأشياء للشرط مثلا، كلمة إن موضوع للشرط ولا غير موضوع للشرط؟ للشرط. إذن أسماء الشروط كلها ستكون مبنية لشبهها بحرف الشرط، ووضعوا حرفا للتنبيه هاء مثلا، هاء التنبيه صحيح؟ مبني ولا غير مبني؟ مبني. وضعوا حرفا للخطاب كاف الخطاب مثلا كذلك قال ربك مثلا، كذلك كاف الخطاب وضع له حرف ولا لم يوضع له حرف؟ مبني ولا غير مبني؟ مبني. إذن المعاني العرب يضعون أحرفا للمعاني. وصلنا إلى الإشارة وجدنا أنهم لم يضعوا حرفا للإشارة، فكان من حقهم أن يضعوا حرفا للإشارة ولا لم يكن من حقهم؟ كان من حقهم أن يضعوا حرفا للإشارة، وهم لم يضعوه صحيح، لكن إن وجد اسم للإشارة سنشبه ذلك الاسم بالحرف الذي كان مفروضا أن يوضع للإشارة، واضح؟ هذا معنى قوله مرة أخرى فأشبهت همزة الاستفهام إذا كانت استفهاما وإن الشرطية إذا كانت شرطا. وأما هنا فأشبهت معنى حرف لم يستعمل، لأن هنا اسم إشارة والإشارة معنى من معاني الحروف، فحقها أن يوضع لها حرف كالتنبيه والخطاب، ورغم كونه غير موضوع إلا أننا نشبه به هنا فنبني هنا، واضح؟ الثالث من أنواع الشبه. إذن ذكرنا كم نوع الآن؟ ذكرنا الشبه الوضعي والشبه المعنوي، الآن الشبه الثالث، والثالث الشبه الاستعمالي، يعني أن يشبه الاسم الحرف من حيث الاستعمال، والمراد به أن الاسم يبنى إذا أشبه بعض الحروف كأسماء الأفعال، فإنها أشبهت إن في كونها عاملة غير معمولة، يعني هي عاملة تعمل فقط لكنها غير معمولة، يعني لا يعمل فيها غيرها، فهي شبيهة بالحرف. يعني عندنا من الأسماء ما هي عاملة فقط لكن لا يعمل فيها غيرها، هذا الشبه الاستعمالي. مثلا إذا قلت
ضرابي زيدا يعني اضرب زيدا ضرابي هذا اسم فعل أمر وزيدا مفعول به لضرابي صحيح لكن كلمة ضرابي لا يعمل فيه شيء واضح يعني لا يؤثر فيه العامل هو دائما مبني على الكسر ما الذي حقه أن يكون مؤثرا غير مؤثر فيه الحرف الحرف هو الذي يؤثر في غيره ولا يؤثر فيه غيره صحيح هذا اسمه الشبه الاستعمالي هذا معنى قوله الثالث الشبه الاستعمالي والمراد به أن الاسم يبنى إذا أشبه بعد الحروف كأسماء الأفعال فإنها أشبهت إن في كونها عاملة غير معمولة وهو المشار إليه بقوله وكنيابة عن الفعل بلا تأثر يعني نابت عن الفعل كلمة ضرابي تنوب عن اضرب وكلمة دراكي تنوب عن أدرك دراكي زيدا هذه الكلمات بنيت لماذا؟ لأنها شبيهة بالحرف أي نوع من الشبه؟ الشبه الاستعمالي يعني من حيث الاستعمال لأن المفروض أن الذي يعمل لابد أن يوجد ما يعمل فيه لكن هي تعمل فقط ولا يعمل فيها غيرها هذا معنى قوله الثالث الشبه الاستعمالي والمراد به أن الاسم يبنى إذا أشبه بعد الحروف كأسماء الأفعال فإنها أشبهت إن في كونها عاملة غير معمولة يعني هي التي تعمل فيما بعدها وما بعدها لا يعمل فيها ولا ما قبلها وهو المشار إليه بقوله وكنيابة عن الفعل بلا تأثر فعبر عن هذا الشبه بالنيابة عن الفعل إذن نسميه بالشبه النيابي يمشي ونسميه بالشبه الاستعمالي يمشي فعبر عن هذا الشبه بالنيابة عن الفعل لأن الفعل عامل غير معمول الفعل هو الذي يعمل ولا يعمل فيه غيره لأن الفعل عامل غير معمول فيه وما ناب عنه كذلك ما ناب عنه هو اسم الفعل عامل غير معمول ولم يرد أن الشبه هو النيابة عن الفعل فكون أسماء الأفعال نائبة عن الفعل يستلزم أن تكون عاملة غير معمول فيها وكونها كذلك يستلزم أن تكون شبيهة بإن مرة أخرى يقول وكنيابة عن الفعل بلا تأثر فعبر عن هذا الشبه بالنيابة عن الفعل كنيابة عن الفعل ما المقصود بالنيابة عن الفعل أن تكون هذه الأداة عاملة غير معمول فيها أي اسم كان عاملا غير معمول فيه فإنه يكون مبنيا لشبهه بحرف من الأحرف مرة أخرى يقول وكنيابة عن الفعل بلا تأثر فعبر عن هذا الشبه بالنيابة عن الفعل لأن الفعل عامل غير معمول فيه وما ناب عنه ما ينوب عن الفعل كذلك ما ينوب عنه هو اسم الفعل دراك نائب أن أدرك وما ناب عنه كذلك ولم يرد أن الشبه هو النيابة يعني مش الشبه هو نيابته بالذات لا الشبه هو كونه يعمل ولا يعمل فيه غيره الشبه ليس من كونه نائبا عن الفعل فقط الشبه من حيث كونه عاملا لا يعمل فيه غيره واضح؟ هذا معنى قوله ولم يرد أن الشبه هو النيابة عن الفعل فكون أسماء الأفعال نائبة عن الفعل يستلزم أن تكون عاملة غير معمول فيها وكونها كذلك يستلزم أن تكون شبيهة بإن يعني متى ما كانت عاملة غير معمولة فيها فهي شبيهة بإن مش بالفعل لا شبيهة بإن مرة أخرى أقرأ يقول وكنيابة عن الفعل بلا تأثر ولا ابدأ من قوله الثالث الثالث الشبه الاستعمالي يعني هو شبيه بالحرف من حيث الاستعمال الشبه الأول من حيث الوضع الشبه الثاني من حيث المعنى الشبه الثالث من حيث الاستعمال ما معنى الشبه من حيث الاستعمال يقول الثالث الشبه الاستعمالي والمراد به أن الاسم يبنى إذا أشبه بعد الحروف أشبهها كأسماء الأفعال فإنها أشبهت إن أشبهت إيش؟ أشبهت إن إن حرف والفعل إذن هي مشبهة للحرف مش مشبهة للفعل يريد أن يقول لك لا تتوهم من نيابتها عن الفعل أنها شبيهة بالفعل لا هي شبيهة بإن واضح؟ كأسماء الأفعال فإنها أشبهت إن في كونها عاملة غير معمولة وهو المشار إليه بقوله وكنيابة عن الفعل بلا تأثر
فعبر عن هذا الشبه الذي هو الشبه الاستعمالي بالنيابة عن الفعل، لأن الفعل عامل غير معمول فيه وما ناب عنه كذلك. ولم يرد أن الشبه هو النيابة عن الفعل، لا مش الشبه النيابة عن الفعل، ولم يرد أن الشبه هي النيابة عن الفعل، فكون أسماء الأفعال نائبة عن الفعل يستلزم أن تكون عاملة غير معمول فيها، وكونها كذلك يستلزم أن تكون هي شبيهة بإن. ومتى ما أشبهت إن فما أشبهها أيضا مشبه لإن. واضح الكلام ولا فيها أي غموض؟ إيش قلنا يا مولانا؟ اشرح لنا كذا يا شيخ أنس حايل. قلنا أن الاسم منه معرب ومبني، وأن الاسم الأصل فيه الإعراب، الأصل فيه الإعراب فقدمه أي، وذكر البناء تاليا، وأن أسباب البناء أربعة، وأن أسباب البناء أربعة الأول في اللفظ، والثاني في المعنى، أيوة، والثالث في الاستعمال، لا يتأثر في الاستعمال، الرابع لم نصل إليه، لم نصل إليه. أي أيوة، الاستعمال هذا ماذا قاله المقصود هنا؟ قال أن الحروف تحتاج تشبه، وأحيانا بالأسماء بالأفعال تشبه بالحروف. أيوه. هناك وأن هذه الحروف تؤثر في فيما بعدها ولا تتأثر به. أيوه. ولهذا وإذا أشبهتها الأسماء في ذلك فإنها تبنى بهذا الشبه، في أنها تؤثر ولا تتأثر. لكن وليس المقصود، وليس المقصود هنا أنها ليس المقصود النيابة، ليس المقصود النيابة عن ماذا؟ النيابة عن الفعل. أيوة، ليس المقصود النيابة عن الفعل، وإنما كل الأمر في كونها أشبهت ماذا؟ أشبهت حرفا، أشبهت حرفا في معنى من معانيها، في معنى من معانيها، لا في عمل من أعمالها، وهو كونها مؤثرا غير مؤثر فيه. وهذا الكلام قرأه للمرة الثالثة. يقول وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، فعبر عن هذا الشبه، لا الثالث، ابدأ من قوله الثالث، الثالث الشبه الاستعمالي، والمراد به أن الاسم يبنى إذا أشبه بعض الحروف كأسماء الأفعال، فإنها أشبهت إما في كونها عاملة غير معمولة، وهو المشار إليه بقوله وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، فعبر عن هذا الشبه بالنيابة عن الفعل، لأن الفعل عامل غير معمول فيه وما ناب عنه كذلك. ها؟ لأن الفعل عامل غير معمول فيه، ما ناب عنه سيكون كذلك عامل غير معمول فيه. ولم يرد النازم أن الشبه هو النيابة عن الفعل، لا، فكون أسماء الأفعال نائبة عن الفعل يستلزم أن تكون عاملة غير معمول فيها، هذا صحيح، وكونها كذلك يستلزم أن تكون شبيهة بإن. إذن هو شبه ما ذكره في الشبه الاستعمالي، شبهه بمشبه بالحرف، واضح؟ الفعل الذي بني مثل براكي ومثل جلاسي ومثل برابي، هذه مبنية، مبنية لماذا؟ لأنها تؤثر ولا يؤثر فيها، إذا أثرت ولا يؤثر فيها فهي شبيهة بالحرف، صحيح؟ كل ما كان كذلك فهو مبني، واضح؟ نمشي للتي بعده. قال واحترز بقوله بلا تأثر من المصدر، يعني المصدر يتأثر بالآمل، يؤثر ويؤثر بالمصدر، واحترز بقوله بلا تأثر من المصدر النائب عن الفعل، فإنه مؤثر للفعل الذي ناب عنه. ها؟ تقول ضربا زيدا، الرابع، النوع الرابع الشبه الافتقاري، وهو أن يكون الاسم مفتقرا إلى غيره افتقارا مؤصلا، يعني أن يكون هذا الاسم لا يستكفي بنفسه، لا بد أنه محتاج إلى غيره، أي اسم كان محتاجا فإنه يكون مبنيا شبه الافتقار. تقول وهو المشار إليه بقوله وكافتقار أصلا، الشبه الرابع الشبه الافتقاري، وهو أن يكون الاسم مفتقرا إلى غيره افتقارا مؤصلا كالموصولات، وهو المشار إليه بقوله وكافتقار أصلا، واحترز به من الافتقار غير المؤصل عفوا، كافتقار النكرة الموصوفة بالجملة إلى ما بعدها، النكرة الموصوفة بالجملة تحتاج إلى ما بعدها فإنه غير مؤصل، يعني لا يكون دائما إذ لا يلزم ذكر الجملة بعده. مرة أخرى
الرابع الشبه الافتقاري وهو أن يكون الاسم مفتقرا إلى غيره، أن يكون هذا الاسم يفتقر إلى ما بعده افتقارا مؤصلا كالموصولات. متى ما قلت الذي لابد أن تأتي بشيء، متى قلت التي لابد أن تأتي بشيء ليتبه المعنى. لا يكفيك أن تقول جاء الذي وتسكت، لابد أن تقول جاء الذي تعلم ولا جاء الذي تصدق ولا جاء الذي، لابد أن تأتي بشيء يتم به المعنى. أي اسم كان كذلك فإنه يكون مبنيا لأنه مفتقر إلى غيره. مرة أخرى، الرابع الشبه الافتقاري وهو أن يكون الاسم مفتقرا إلى غيره افتقارا مؤصلا، يعني افتقار حقيقي كالموصولات، وهو المشار إليه بقوله وكافتقار أصل، هذا افتقار لا بد منه، واحترز به من الافتقار غير المؤصل. أحيانا قد يكون الكلمة مفتقرا لكن مش افتقار مؤصل ودائما وأبدا، واحترز به من الافتقار غير المؤصل كافتقار النكرة الموصوفة بالجملة إلى ما بعدها. النكرة الموصوفة بالجملة تحتاج إلى ما بعدها فإنه غير مؤصل، إذ لا يلزم ذكر الجملة بعدها. قد يذكر الجملة بعدها وقد لا يذكر. نضرب مثالا، إذا قلت وكل شيء في الزبر، ها، وكل شيء في الزبر، بدلا من ذلك قلت وكل شيء فعلوه. إذا قلت وكل شيء فعلوه، هل أستطيع أن أسكت؟ لا أستطيع أن أسكت، لابد أن أقول في الزبر ليتم الكلام. وهذه الكلام يعني النكرة الموصوفة بجملة دائما تحتاج إلى ما بعد الجملة ليتم الكلام، لكنها افتقار، لكنه افتقار غير مؤصل، ها؟ يعني قد ينفك عنه، قد لا آتي بما بعد الجملة. الافتقار عندك افتقار مؤصل، يعني لا يكتفي الكلمة، لا تكتفي الكلمة المذكورة إلا بذكر ما بعدها، وعندك افتقار آخر غير مؤصل. أين يكون الافتقار المؤصل وغير المؤصل؟ هو ضرب مثالا، انظر إلى ما قاله، قال وكافتقار أصل يرحمك الله، واحترز به من الافتقار غير المؤصل كافتقار النكرة الموصوفة بالجملة إلى ما بعدها. إذا جئت بنكرة ووصفتها بجملة فإنها تكون محتاجة إلى ما بعدها، ها؟ ذكرنا هذا أيضا أظن في قتل الندى، قلنا لأن طلب النكرة لشيء تختص به طلب حسيس، يعني طلب سريع، النكرة دائما إذا جاءت تطلب شيئا لتكون وصفا له لتختص. يقول وكافتقار أصل واحترز به من الافتقار غير المؤصل كافتقار النكرة الموصوفة بالجملة إلى ما بعدها فإنه غير مؤصل، إذ لا يلزم ذكر الجملة بعدها. أنا أستطيع أن أقول وكل شيء في الزبر، صحيح؟ وكل شيء في الزبر، المعنى صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لكن النكرة هنا تحتاج إلى جملة، أو كل شيء فعلوه في الزبر، كل شيء فعلوه، جملة فعلوه، النكرة محتاجة إلى جملة فعلوه لتختص به. ما معنى لتختص به؟ يعني لتكون وصفا له، لكن هذا الافتقار غير مؤصل، يعني إن شئت جئت به وإن شئت لا آتي به، لكن متى؟ في غير القرآن الكريم. وهذه الكلام نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. على الأزهر الله أكبر، أم الدنيا كمن واكتر، لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفينا. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.